باقيين نتوما هما نتوما ولا تبدلتيو؟ اه يا قلبي ولا محال. انا ضد ان تتحسن اوضاعكم، لا بالعكس، واعتقد اننا بذلنا مجهودا في الحكومه لكي تتحسن اوضاعكم وتتحسن اجوركم. وانا تصدقوني نتوما الا خدمتيو ونجحتيو، لا انا لا اللي غيجي من بعد مني غادي يعاود يزيد يحسن لكم الاوضاع ديالكم، ما عندوش ما يدير. راه المغاربه ناس مزيانين وتيبغيو الخير وتيبغيو الحق وتيبغيو العدل. حد نهار واحد السيد حكى لي واحد القصه، واحد مستملحه لطيفه. قال لك شي واحد في دكاله، قال لك جايب واحد الجمل هو يتلاقاه واحد، قال ليه مال هذا الجمل؟ قال لي باغي نبيعو. قال ليه بركو، هذه الطريقه باش كيعرفوا الجمل واش بركو. قال لي وقفوا بركو وقفوا. قال لي شحال غنطلبوا فيه؟ قال لي شحال غنطلبوا فيه؟ شداك اخويا تطلب فيه، ولكن الاخر الا انتبه غادي يعرف يوقف الموضوع. إلى ما انتبه شو دخل في النقاش مشى. وحزب الاستقلال تعاطينا معه العهود والمواثيق، وجاءت مطالب بإخراجه من الأغلبية ولم نرى وجها للاستجابة لها، كيف يعقل؟ وكنا في وضع مريح. مع الأسف الشديد وقع ذلك الذي تعلمون، الذي نقل القضية من مطالب للتخلي على حزب الاستقلال من حزب إلى إشكالية ولات فيها المصالح العليا ديال الوطن في فترة حرجة مهددة. حزب العدالة والتنمية تحمل مسؤوليته بطريقة مؤسفة مؤلمة. ما يمكن لنا إلا نرحبوا بالمساندة ديال الإخوان ديالنا الاستقلاليين. انه كون عرفتي شنو تيخلص عبد الاله من كيران مقابل هذا الشيء ديالكم، ها الله اللي مطلع عليه. وخصوصا هذاك فتاتي متخوف شي نهار نحط السوارت لجلاله الملك نقول له عام سيدي انا ما تليتش غنكون هذه الحكومه، راه ما بغاش تكون ليا. كنخاف شي نهار نسمح فيكم نقول لكم غنمشي في حالتي ونخرج يعني من هذا الحزب بطريقه غير مرضيه.